مساء الخير يا جماعه. تخيلوا انا شاب مصري عادي جدا طبيعي بلعب بلاي ستيشن مع اصحابي بقعد في سبوت بتاع، زهقت من حياتي قوي وقررت مره واحده ابقى بقيت فاشن بلوجر. انا عايز افهم بالظبط الفاشن بلوجر معاييره بيعمل ايه. انا اللي افهمه ان الفاشن ديزاينر ده بيطلع عين اهله، يقعد يقطع في قماش، ياجر محل في الزمالك. انت حضرتك عملتي ايه بقى؟ تعلمتي بقى ازاي تعملي انلوك للتليفون عشان تاخدي سيلفي، وبعدين ابوك يعلمك ايه تلبسي والطقمي، واللي كمان يموتك خدوا بقى دي يا جماعه، الفاشن بلوجر دي عشان تاخد صوره واحده بيعملوا 10,000 جنيه في الصوره. اتفضلي يا مصر، يعني تخيلوا كده وانا واقف كليك 10,000 جنيه حياه الفاشن بلوجر. يبتدي الفوتو سيشن بتاعه بالظبط كليك 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 30,000 جنيه. تعالوا بقى يا جماعه فكروا معايا ممكن نعمل ايه ب 30,000 جنيه. مقدم عربيه فيرنا حمراء، 3 دي جي في فرح واحد، بالك 100 شقه 120 متر، رحله لبيروت شامله الاقامه والتنقلات من شركه رويال تورز. بص بقى من الاخر خلاصه بقى، سيبك من كل ده، انت ممكن تجيب صافي نار في الفرح او في اي حته يعني، بس خلي بالك عشان تبقى فاشن بلوجر لازم حط في دماغك تروح النقابه بتاعه الفاشن بلوجينج ويحفظوك الكلمات المعينه دي وترزعها تحت كل صوره. هاشتاج او او تي دي، هاشتاج ستايلش، هاشتاج سوفيستيكيتد، هاشتاج اليجنس، هاشتاج انسبيريشن، هاشتاج شيك، هاشتاج كاجوال، هاشتاج شيلز. كل الهاشتاجز اللي فاتت دي ظريفه جدا، ده واحد لسه مبتدئ اماتشر بيجنر يعني. لو انت عايز بقى تعلى وتضرب بقى في العلي وتاخد الدكتوراه خد دي عندك بقى. Red is new black, green is new orange, عمر جابر is new ابو تريكا, short is new cap, cap is new shoe, shoes new socks, boxer is new clot, green is new green. انت عارفه كده في الاول في الاخر يا جماعه البنت من حقها تتبسط تتدلع تعمل شعرها ميك اب والحركات دي. بنت في الاخر، عايز اسال سؤال، فاشن بلوجرز الولاد الشباب بذمتك انت بتعمل ايه؟ ابوك صرف عليك 200,000 جنيه او اكتر وداك اي او سي ميكانيكال انجينيرنج واتفشخ وكل ده عشان في الاخر تقعد تتقام لي من اتش ان ام وزاره؟ يا حبيبي زي ما البنات عندهم هاشتاجز الشباب برضه عندهم هاشتاجز، هاشتاج منز وير، هاشتاج منز اوتفيت، هاشتاج مستر بورتر. انا نفسي اعرف مين مستر بورتر، حد يقول لي. هاشتاج دابر مان، هو مين دابر؟ عايز اعرف. هاشتاج او او تي دي زي البنات بالظبط، مفيش فرق بينك وبينها. في بقى طبعا المهمه جدا بالنسبه للشباب لازم اعملوها مره في الشهر، تي بي تي بي تي، تيك مي باك، ثرو باك، فرح احمد، مارينا 4، لما كنت لابس بليزر بينك على البنطلون اللي لا ريمبر يا جماعه الايام دي لما كنت بحط سكارف البني في وسط الحر. بص يا حبيبي طالما انت قررت تاخد المستقبل الفاجر ده ما شاء الله عليك يعني يا فرحت اهلك بيك، طيب على الاقل تقلل الميكرو جي بلاند بتلبسه. نرجع للشورتات، الالوان العنيفه، المشجر نقلل المشجر شويه عشان انا بتعب الصراحه، نلبس الشرابات يا ريت على الجزم، البنطلون يا ريت يبقى 6 سايز اكبر من حجمك عشان كمان شويه البنطلون هيخش في معدتك. ساعات بقى الفلاش بلوجر سواء ولد او بنت بينزل عليهم الوحي ان هم يدوا شويه ويزدم لل 100,000 فولور اللي عندهم. ترو مينينج اوف اليجنس، ستريسد اند ويل دريسد عادي، لونج هير دونت كير، هو ايفر سيد ماني كانوت باي هابينس didn't know where to go shopping. ايه ده؟ عفارم عليكي، تعملوا شوبينج فين انتوا؟ يا معفنين يا اغبياء بتوع الجبنه النستو.